السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة اليوم إن شاء الله نحكي فيها عن أهم العوامل المؤثرة على الفيرول لحتى نقدر نعمل أفضل فيرول مناسب لترميماتنا. هنحكي عن عوامل مثل موقع السن، مثل عدد الجدران، ارتفاع الفيرول، مثل سماكته أو ثخانة الفيرول، وأيضا نحكي عن مادة الترميم المفضلة لعمل الكور بيلد أب. خلونا نبدأ. في البداية أود الإشارة لوسائل التواصل الاجتماعي بسر نتلقى أي استفسار أو اقتراح. أيضا بتمنى أنه تدعموني من خلال اللايك والاشتراك والمشاركة. العوامل اللي بتأثر على الفيرول أو على الفيرول إفكت، عندنا أول شيء حكينا الفيرول هايت، فكلما كان ارتفاع الريمينينج تو ستراكشر أكتر، كل ما كان عندي بيتر فراكشر ريزيستنس، عندي مقاومه انكسار اكبر. احنا تقريبا الفيرول هايت لازم يكون من حدود 1.5 ل 2 ملم كعرض عمودي للتو ستراكشر لحتى ناخذ فوائد من المرجوه. بالنسبه للاعتبار الثاني او العامل الثاني هو عرض الفيرول. بعد ما حكينا عن الارتفاع نحكي عن العرض. من المقبول انه الجدران الفيرول اللي تشكل منطقه الاحاطه لازم ما تكون اقل من 1 ملم كثيكنس كعرض، والا فهذا راح يؤدي لانه نفقد اثر الفيرول افكت. الامر الثالث او العامل الثالث اللي بياثر على الفيرول هو عدد الجدران اللي مشموله في الفيرول، وايضا موقع الفيرول. نحن كل ما كان عنده احاطه كامله هذا بيعتبر مثالي، لكن في بعض الاحيان لوجود تسوس ممكن نضطر انه نحن نحفر، فيكون في بعض اجزاء الفيرول هي زالد، فاحيانا حتى الكرامب بريبريشن رح يقلل ايضا من الثيكنس. وهون نحن ننتبه حسب دراسات هو انه البالاتال فيرول بيعطيني مور افكتيف ذان الباكال فيرول، بكون حريصين عليه اكثر في حال يعني عدم الاحاطه الكامله. لكن وايضا دراسه اخرى لوحداني وكوتريتش وجدت على انه لو كان عندي فيرول بحدود 3 ملم ثيكنس على الباكال اسبيكت بس للسن، اعطاني افضليه على عدم وجود فيرول على الاطلاق. العامل الرابع في العوامل اللي بتاثر على الفيرول هو نوع السن وامتداد الحد اللي بيوصل او الاكستنت اوف لترال لود. رح نشوف انه الانتيرير تيث بيكون الفورسز لودد نان اكزيرين، ليس بشكل محوري ما بوافق مع محور السن، لكن بصير تيث هو ممكن نعتبره انه تتعرض لقوه تقريبا بالاتجاه اللثوي الاطباقي او الاوكلوزو جينجيفال. ايضا رح نلاحظ انه الانتيرير تيث بيكون عاده خصوصا مع الديب اوفر بايت او البيشنت اللي عنده البارا فانكشن، فهون بيحصل عندي نسبه اعلى للفشل، في حين انه الاسنان يلي مثلا محطوطه على اطباق جروب فانكشن او مثلا عندي ماكسيلري باكال كاس لونج، فهون بيحصل قوه جانبيه اكبر منا مع القياده النابيه او الكاناين جايدنس. ايضا نوع الوتد وايضا نوع الكور ماتيريال له دور كعوامل مؤثره على الفيرول افكت، رح نحكي عنها كمان. بالنسبه للفيرول هايت الكراون شود ملي تقريبا 2 متر بعد التو سكور كونكشن لحتى نحقق الفيرول افكتيف اللي بيعطيني فعلا حمايه. انجلمان وسورنسن بال 1990 كانوا اوصوا كل ما كان عند كورونال توث ستراكشر نحاول نحميها، وانه الباتش جوينت مارجن بين الكور والتوث مفضل الى الاستخدام، ودائما يكون عندنا مينيمال تيبر. انه هاي العوامل كلها بتساعد الحقيقه بانه حمايه السن والترميم بعد عمل البوست، وبالتالي اهميه الحفاظ على الكورونال توث ستراكشر كل ما امكن ذلك، وهذا بيقلل الجهود المركزه على الحواف اللثويه. هي مقالة بتحكي عن the effect of different ferrule length on fracture resistance of endodontically treated teeth، والحقيقة دراسة كانت in vitro. قال حكت على انه the fracture resistance values بالمجموعات اللي كانت مشاركة كانت اكبر بشكل واضح مع ال 3 ملم ferrule، منها مع ال 2 ملم، انه ال 1 ملم وال 0 ملم ممكن يعتبر القيمة اللي حصلنا عليها وكأنه ما كان في ferrule. وبالتالي conclusion لهي دراسة تبين انه فعلا مقاومة الانكسار للأسنان المعالجة اللبية بتزيد مع طول الفيرول. العامل الثاني بالنسبة لعرض الفيرول، نحن قلنا انه حتى نحصل احيانا على حشوات تجميلية او لنخفي لون او فممكن احيانا نحتاج لتحضير اجريسيف شوي خصوصا عند الجينجيفال مارجن، وانه احيانا هذا بيؤدي لحدوث ديفكت خصوصا الباكل، وهذا ممكن يؤدي لانه يعمل لي فشل للفيرول افكت في هاي المنطقة. لذلك بشكل عام نحن بدنا نحاول من خلال تحضيراتنا انه نحافظ تقريبا على ثخانة بحدود 1 ملم مينيمم لحتى نقدر نعتبر انه نحن حصلنا على الفيرول افكت.
مثل ما احنا شايفين حققنا الفيرو افكت 2 ملم. لازم اثناء التحضير نحافظ على مينيمم ثيكنس 1 ملم. طبعا ملاحظين حتى جدران الفرن متوازية، لانه مثل ما حكينا من خلال توصية سورنسن انه التيبر يكون اقل ما يمكن اثناء التحضير. هذا التوازي ايضا بقوي فعل الفيرول، قوي حتى مقاومه انكسار الاسنان المعالجه البيان والمرممه بالاوتاد. العامل الثالث هو مثل ما قلنا عدد جدران الفيرول وموقع الفكينة، على انه النخور لما تكون واسعه او تاخذ جزء من الاحاطه الفيرول فهي اثر سلبي، وانه ايضا الكراون بريبريشن رح يقلل سماكة الجدار، رح يقلل حتى من تأثير الفيرول. الفيرول لما بيكون كامل محيطه فبيعطيني الحقيقة الأثر الأكبر. لما يكون في عندي تآكل من البكال فالبلاتال فيرول بيعطيني تقريبا قدرة على تحقيق الفيرول إفكت بما يكافئ الأول راوند فيرول. أما لما يكون عندي فقد للحنكي فبنحاول تكون ثخانة البكال فيرول بحدود 3 ملم لحتى نحصل على فعلا فيرول إفكت نوعا ما. في حال كان مفقود النصف الديستال أو الميزيال أو كان عندي ما في فيرول، بهاي الحالتين نحن بنقدر نعتبر أنه تقريبا ما عندنا فيرول إفكت. في تيكر جورنال أوف دينتال ساينسز مقالة لحيدر جاسم حكت عن تأثير موقع الفيرول المختلف، البارشال فيرول المختلف، عم نحكي عن فيرول مش مكتمل، تأثير موقعه على مقاومة الانكسار في الأسنان المعالجة اللبية مع الفايبر بوست والكمبليت كرامز. والحقيقة ضمن محدودية هاي الدراسة اللي كانت إن فيترو كان وجد على أنه مقاومة الكسر في الأسنان المعالجة اللبية في الأنياب المرمم من خلال تيجان كاملة بموقع فيرول مختلف، يعني باكال أو بلتال أو ميزيال أو ديستال، وجد أنه بشكل عام وجود الفيرول فعلا أعطاني higher fracture strength compared to the level group للناس اللي ما عملها فيرول أبدا، وأنه البلتال أكزيال وول فعلا أعطاني تأثير وفعالية أكبر منه مع الليبيال أو البروكسيمال وول. هذا بيتوافق مع ما حكيناه من قبل، وأيضا أنه تأثير الفيرول الأولي للمجموعات اللي نعمل لها فيرول بمختلف المواقع بشكل أساسي الروت فراكشر، أما الناس اللي ما نعمل فيرول ونعمل ترميم بدون الفيرول إفكت فكان أهم سبب الفشل هو الديبوندينج أوف ذا ريسوريشن. في مقالة أيضا في الجورنال أوف كونتمبرري دينتال براكتس لديك باس إتقال فحصت تأثير تصاميم مختلفة للفيرول على مقاومة الانكسار بأسنان المعالجة اللبية، نعملت على السنترال إنسايزور واستخدمت الفايبر بوست وكان مادة الكور هو الكومبوزيت ونعمل كراون، وجدت انه التصاميم المختلفة للفيرول ما كان إلى اي تأثير على مقاومة الانكسار للأسنان اللي كانت مع الفايبر بوست، وبالتالي هاي النتائج اوصل لانه ممكن استخدام الفايبر بوست بأمان بسبب خواص الداعمة، وانه ما في عندي اي تغير ملحوظ في مقاومة السن مع الفايبر بوست بغض النظر عن الفيرول ديزاين. الستدي هاي نقدر نقول انه هي ميالة لاستخدام الفايبر بوست في الحالات اللي بيكون في عندي شك في الفيرول إفكت، لأنه تعطي نتائج كويسة في مقاومة الكسور وبالتالي تجنب الفشل. قال دومينغ سانتوس بانتيريون إتقال بال 2017 عن تأثير بنية الأسنان المتبقية على مقاومة الانكسار نموذج الفيرول بالأسنان المعالجة لبيا في القواطع. نتائج اللي عملت في دراسة الإنفيترو أوصلت على أنه المقاطع اللي عملت عليها الدراسة بحدود 2 ملم فيرول يونيفورم هايت كانت أكثر مقاومة للكسر منها مع الشرائح اللي انعملت بتقريبا فيرول 2 ملم، وكان في عندي واحد على الأقل من الجدران مفقود. وأيضا هاي الدراسة أكدت على أنه زيادة في ارتفاع الجدار الفيرول من 3 إلى 4 ملم ترافقت مع زيادة واضحة في مقاومة الكسر، وانه كانت الحقيقه بهالحاله عم تعوض عن الميسينج وول ايا كان موقع هذا الجدار المفقود ضمن الاحاطه اللي عم يعمل ليها الفيرول. العامل الرابع هو من العوامل المؤثره على الفيرول هو نموذج السن او نوع السن وامتداد القوى الجانبيه. الانتيريور تيث مثل ما قلنا بيكون القوى توجهها غير محوري، اما في الاسنان الخلفيه بيكون تقريبا باتجاه اللثوي الاطباقي. الاسنان الاماميه مع الديب اوفر بايت او مع المارا فانكشن فيها نسبة أعلى للفشل، والأسنان اللي في الجروب فانكشن مع حدبات طويلة في الفك العلوي تعطيني الحقيقة بتنتج قوى أكثر جانبية منها مع الكناين جايدنز أو مع القيادة النبية. هاي الاعتبارات كمان مهمة نحن وعم نقرر الترميم بالفايبر بوست والكور ماتيريال.
في دراسة 2019 بالجورنال بروسيدونتكس. الدراسة هي كانت عن القوة المسببة للكسر ونموذج أو مظهر الكسر في الأسنان. الدراسة بشكل عام كخلاصة كانت عطتنا أنه نوع السن وأيضا الجنس وأيضا عمر المريض كان له دور في حدوث الفشل حدوث الكسر، ما يسلط الضوء أيضا على عوامل أخرى إلى علاقة بالنجاح. وهذا الأمر ممكن يتوافق مع معرفتنا بأنه مثلا الذكور عندهم القوة المضغية قوة العضلات أكثر منها مع الإناث، وأيضا أنه مع العمر البنية المائية للسن والمرونة اللي ممكن يمنحني إياها الدنتين والروت ممكن تختلف. فهي كمان أمور لازم نأخذ بعين الاعتبار أثناء الانديكيشن للفيرول ولا الفايبر بوست ريستوريشن. بالنسبة للتايب أوف بوست، احنا حكينا بخلال الدراسة من قبل أنه الفايبر رينفورسد بوست أظهرت نتائج إيجابية أكثر منها مع الميتال بوست. دراسة بالجورنال انترناشونال أورال هيلث بال 2015 لأمر ناث إتال حكت عن تأثير مادة البوست وطول البوست على مقاومة الكسر في الأسنان المعالجة لوبيان. فيترو ستادي عملت على البريمولارز وخلصت على أن مقاومة الانكسار تناسب بشكل طردي، مقاومة الانكسار للسن تناسب بشكل طردي مع زيادة طول الفايبر بوست بينما تنخفض مع الميتال بوست. وحكت عن أن ستانلي ستيل بوست أظهرت مقاومة الانكسار أعلى منها مع الفايبر بوست لما كان في عندي القوى اللي عم تتطبق على الأسنان تقريبا ب 90 درجة. هنشوف دراسة بالجورنال كونسيرفاتيف دنتيستري ب 2013 أتياس باتشي اتقال عن تأثير سخانة البوست ومادة البوست على مقاومة الانكسار للأسنان يلي بتعاني من بنية أسنان على مستوى التاج قليلة. الدراسة خلصت على أنه الأسنان اللي تم ترميمها بالوتد المصبوب والكورس وتد القلب يعني عطتني مقاومة انكسار أعلى منها مع الفايبر بوست، وأنه زيادة سخانة البوست ما أدت لزيادة في مقاومة الانكسار، وأنه الجلاس فايبر بوست أدى لحدوث كسور شديدة بشكل أقل. العامل الخامس من العوامل اللي ممكن يكون إلى تأثير على الفيرول إفكت هو الكور ميتيريال، الكور اللي بنستخدمها الميتيريال اللي بنستخدمها في بناء السن على البوست وأيضا تتعرض لقوة وأيضا إلى علاقة بتوجيه القوة نحو الكور ماتيريال. فنوعية المادة من حيث امتصاص القوى من حيث التافنس تبعها كله إلى دور في أنه نحن كمان نحكي عنها كعامل مؤثر على الفيرول إفكت. طبعا الكور ريستوريشن تستطب إذا كان في عندي تهدم واسع على مستوى النسج التاجية ونحن محتاجين نرممه، أو لما بيكون نحن محتاجين أنه نعزز التثبيت والمقاومة للحشو أو للريستوريشن أو للكراون اللي بدي حطه فيما بعد على السن، فمنحتاج لما الديكور تكون تحت الكراون هات. طبعا المواد المستخدمة في الكور بيلد أب ممكن تكون إما مواد تطبق بشكل مباشر دايركت بليسمنت اللي هي مثل الكومبوزيت مثل الأملجام مثل الجلاس أيونومر، وممكن تطبق بشكل غير مباشر مثل ما بنعرف كنا الكاستينج اللي هو سواء الزيركونيا أو الميتال كور اللي بيكون مع البوست داخل بيستمد ثباته من داخل الجذر. طبعا حنشوف نحن انه الكور ماتيريال المرغوبه اللي احنا نستخدمها في الممارسه لازم تكون عندها مقاومه انضغاط كافيه، مقاومه انثناء كافيه، توافق حيوي، مقاومه للتسرب، سهوله العمل، قدره على الربط، تمدد حراري متوافق، ثبات في الابعاد، اقل قدره على امتصاص الماء، وايضا قدره على تثبيت النخر السني. هي طبعا اهم الخواص نحن بنتمناها. طبعا الماده الان الاكثر قبولا هي الكومبوزيت من خلال الدنتين بوندينج ايجنت اللي صار يعطيني نجاح عالي من ناحيه البوندينج، فممكن نقول انه هو فعلا ككور ماتيريال صار الماده اللي بتعطيني فعلا تقويه ودعم للحدبات مقارنه بالاملجام. هنشوف مجموعه من المواد المستخدمه في الكور اما كطريقه اندايركت غير مباشره مثل الميتال مثل السيراميك مثل الزيركونيا، وايضا بالطريق المباشر من خلال مجموعه من المواد مثل الجلاس اينومر مثل الريزين موديفايد جلاس اينومر مثل الاملجام والكومبوزيت وغيرها. كانتور باينز بال 1977 كان ذكر انه الأسنان اللي تملك بنية تاجية أو كرونال ستراكشر قليلة بيفيد معها الكاست جولد بوست أند كور، ومن هون كان أعطاني سوبيريور الحقيقة ساكسس مقارنة بالستوك بوست أند كومبوزيت ريزين كور. بعد هيك بيسيز بال 1995 أيضا اقترح المونوبلوك تكنيك من خلال صناعة بوست وكور قطعة واحدة من الزيركونيا، وأنه أعطاني حقيقة خواص ممتازة. بعد هيك امتد هذا الأمر لحتى نعمله ونصنعه من خلال الجلاس سيراميك ماتيريال من خلال الـ IBS Embrace كـ Post and Core قطعة واحدة.
1980 أيضا كان في عنا اقتراحات قبل نيار والتون وليونارد باستخدام الأمالجم ككور بيلد أب، وجميعنا تقريبا استخدم هاي المادة ككور بيلد أب، وبطبيعة الحال أعطتنا مجموعة من الخواص مثل السيلينج بروبرتيز والديوربيليتي وأيضا الجود ووركينج كاركترستيكس وغيرها من الخواص. جميعنا تقريبا اشتغل مع الأمالجم ككور بيلد أب. 1970 أيضا باربان كان اقترح استخدام الكومبوزيت ريزين، كان أول من اقترح استخدامه في سياق البوست أند كور، وليندي بال 1983 أثبت على أن الكومبوزيت كور أعطتني مارجنال ليكج أعلى منه مع الأمالجم، فهذا الحقيقة كان نقطة تحول في استخدام هاي المادة ككور وبوست ماتيريال. ماكلين بال 1985 وهو رائد في مجال كلاس أنورسمنت كان حكى عن أنه استخدامها بالبوست أند كور لكن في المناطق اللي بتحتمل ليميتد لودينج، وحكى على أنه الريزن موديفاي جي اي سي بالرغم من خواصه المحسن ميكانيكيا لكن لا ينصح باستخدامه بالهاي ستريس سيتويشن، خصوصا مع التمدد اللي بيحصل بعد تصلبه، فممكن يطبق ستريسز او كونسنتريشن اوف ستريسز على الدنتين او على الستراكشر تو ستراكشر اللي هي اساسا ضعيفه ولم يتبقى منها الا القليل. بنحكي نحن بشكل عام اذا بدنا نحكي كمقارنه انه الكومبوزيت ريزين كور له خواص المقاومة للانضغاط العالية، سهولة العمل، سرعة التبلور من خلال اللايت كيور، الثبات العالي من خلال الدينتين بوندينج، في حين انه بيحمل بعض الدروباكس مثل التقلص التصلبي البوليمريزيشن شرينكج وايضا الاستقرار الابعاد المحدود. لذلك هو يستخدم بشكل ممتاز مع البيلد اب في الاسنان الخلفية والامامية بشرط تحقيق العزل التام والكافي. عند عدم القدرة على استخدام أو تحقيق هذا العزل ممكن نروح باتجاه مواد أخرى كالأملجم. الأملجم طبعا بيحمل خواص القوة، بيحمل أعلى مودلس إلاسيستي مقارنة بالكور بيلد أب ماتيريال دايركت الأخرى، لذلك هو يستخدم بشكل خاص مع المولرز، بيفتقد للخواص التجميلية طبعا، لكن بسبب عدم وجود خواص الالتصاق العاجل الموجودة في الريزينز فهو يستخدم في الريزينز فهو يستخدم في المولرز في حال وجود بنية سنية كافية. بالنسبة للجلاس أيونومر فبيملك خواص المضادة للنخر، بيملك خواص التصاقية وأيضا سهولة العمل نوعا ما. الدروباكس تبعه هو ضعف مقاومة الكسر وضعف تثبيته نسبيا طبعا وحساسيته للرطوبة، لذلك هو يستخدم بشكل خاص مع الأسنان اللي فيها مينيمم تو ستراكشر ميسينج. دراسة لبارك إيتال بال 2000 عن الفراكشر ريزيستنس اوف 5 كور بيلد اب ماتيريال أثبتت على أنه أعلى مدرس أوف إلاسيستي كان مع الأملجم، لكن أفضل مادة ملائمة ككور بيلد أب كانت الهايبريد كومبوزيت ماتيريال لأنه أعطتني أعلى مقاومة انكسار. بال 2009 لايا موتو اتقال عن عمل نوع من التحليل للجهود الفوتو إلاستيك ستريس أناليسيز لديفرنت بوستو كور ريستوريشن ميثودز، أكدت هاي دراسة أو أعطت بعض الملامح لسلوك هاي التقنية من خلال فايبر بوست مع كور بيلد أب ماتيريالز مختلفة. حكت على أنه الهاي ستريس كونستريشن كانت على الباكل سايد أوف مارجينال إيريا، وأنه الكومبوزيت بوست أند كور كاست يعني كان أعلى منه فراكشر ريزيستنس مقارنة بالميتال بوست أند كور، والميتال بوست أند كور كان أفضل كمقاومة للكونستريشن هاي أوف ستريسز مقارنة بالكومبوزيت ريزين ككور ريفابريكيتد جلاس فايبر بوست. بس بنفس الوقت دراسة هي أعطتني على أنه البريفابريكيتد بوست فايبر بوست مع الكومبوزيت برغم من أنه كان الأقل لكن لا يزال يعتبر فعال في منع تركز الجهود في الأسنان المعالجة اللبية. دراسة لكافوريك روبرت إتقال بال 1990 بالجورنال أوف بروستاتيك دينتستري أكدت على أنه التنسايل فليكسورال سترينكس للكومبوزيت كان بشكل واضح أعلى منه مع الأملجم والجلاس أيونومر. أيضا هناك دراسة للميكانيكال بروبرتيز أوف دايركت كور بيلد أب ماتيريالز لكومبي وإتقال بالجورنال أوف دينتال ماتيريالز بال 1999 أكدت على أنه الكومبوزيت يعتبر الخيار المفضل ككور بيلد أب ماتيريال من خلال طبعا دراسة مجموعة من الخصائص. هنشوف أيضا بالكونتمبرري كلينيكال دينتستري بال 2015 عملت مثل دراسة مقارنة للميكانيكال بروبرتيز لمجموعة من الكور بيلد أب ماتيريالز للدايركت كور بيلد أب ماتيريالز لكومر بالكونتمبرري كلينيكال دينتستري بال 2015، خلصت على أنه قوة مادة الكور ليست مجرد اعتبار من الاعتبارات بل هي عامل حاسم الحقيقة في نجاح ترميماتنا للأسنان المعالجة لبيا، وأنه كل ما كان الكور ماتيريال القوة تبعها أكبر كل ما كانت مقاومة الانكسار
للأسنان اللي يتم ترميمها أكبر، كل ما كان توزيع الجهود أفضل وبالتالي بيعطيني نجاح سريري أكبر. الدراسة خلصت على أن الكومبوزيت والأمولجم يعتبروا الأفضل ككور من بين كل المواد، وبالتالي بنقدر نحن من خلال هاي الخلاصة من الدراسات نوصل لقناعة على أن الكومبوزيت ممكن كدايركت تكنيك نحن نعتبره مادة مفضلة ككور بيلد أب ماتيريال. بهذا القدر تنتهي محاضرة اليوم. إن شاء الله أتمنى أن المحاضرة كانت مفيدة. المحاضرة القادمة إن شاء الله نحكي عن أهم الاعتبارات المتعلقة بالعوامل الأخرى المتعلقة بالبوست، نحكي عن الريتينشن، أهم التيبس والتريكس لتحقيق أفضل ريتينشن للبوست. فنلتقي على خير إن شاء الله.